الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. مشكورين على التغطية. نزهة غريبي مدير دار شباب منزل مليري. اليوم احنا موجودين جنب الى جنب مع المؤسسة الطبية العسكرية كمتطوعون نمثلوا مؤسسة دار شباب. من عنا تو نهارين ولا ثلاثة احنا نحضروا في التظاهرة هذه. مشكورين للأولاد. بالنسبة لنا احنا عنا مساعدة معناها لوجستية، وزيد احنا المتطوعين نتاعنا معناها خصصت مهمتهم هم مهم التنظيم واستقبال معناها المرضى، وما زلنا ان شاء الله بقدرة ربي ما زلنا مواصلين معهم ان شاء الله للاختتام غدوة الاربعاء نتاع العشية. تمام. عميد طبيب عبد المجيد الصخري استاذ رئيس قسم الامراض الصدرية ورئيس القافلة الصحية. بمناسبة الذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني تحتفل وزارة الدفاع الوطني بهذه المناسبة بإرساء قافلة صحية منزل مهيري ولاية القروان. كما تعرفوا أن المشي هذه البادرة الأولى في كل مناسبة تنظم الإدارة العامة للصحة العسكرية منع قافلة صحية متعددة الاختصاصات لتقصي الأمراض ومعالجة الأمراض المزمنة. احنا القافلة دي تضم معناتها 20 اختصاص، حوالي 20 اختصاص، 24 إطار طبي و30 إطار شبه طبي، كما تضم مخبر بيولوجي والكشف بالصدى والأشعة. ولا يخفى أن نظمت القافلة زادة ورشات تحسيسية تثقيفية لتقصي الأمراض المزمنة وكذلك للباكسان بالنسبة للناس المتخلفين أو عندهم رفال في هذا المجال. عبد الكريم الجملي سائق حافل بشارك النقد القيروان. مرحبا بكم على كل حال في منزل مهيري، نرحب بكم نيابة عن شركة جهوية للنقد القيروان. أما بعد قولي اليوم موجودين ذولي مجانا باش تنقلوا الناس منين لوين علاش فانا اطار؟ نحن في اي تظاهره، اي تظاهره تكون موجوده في تونس كامله، تونس كامله دي موجودين كشركه نحن القيروان. من كورونا وانت ماشي وقبل وبعد. الحياه فهم. الحياه فهم. زهره الحياه.